التعليم نحن في إطار يعني تنزيل واحد الواقع ديال الطريق اللي بغينا، خارطة ديال الطريق اللي بغينا التعليم يكون في المستوى ديال داكشي اللي بغاو الأساتذة وداكشي اللي بغاو كذلك الآباء باش التعليم يطلع في المستوى. معلوم أنه يعني في الطريق لهذا الشيء هذا كله كيكونوا بعض الإشكاليات، وكما قلت الحكومة نهار الخميس بأنه غادي نستقبل النقابات، وفعلا غادي اتفقنا معهم باش غادي نستقبلهم نهار الاثنين ان شاء الله، ونتمنى على الله انه يعني الطريق تكون يعني انه نفتحوا الاوراج ديالنا باش يشتغلوا باش نلقاو حلول اللي تفيد الجميع، اللي تفيد التلميذ، اللي تفيد الاستاذ، وبلي كيكونوا هاد جوج دوله كلها كتستفد يعني من هاد البرامج. فنحن جوغيست دائما لأن هذه طبيعتي أنني نكون متفائل يعني في الجميع يعني في هذه الإشكاليات اللي مطروحين، وغادي نلقاو معهم وغادي ناخذوا الوقت إن شاء الله باش نجلس معهم ابتداء من هذه الاثنين إن شاء الله. نتمنى على الله أنه نتوفقوا في الأيام المقبلة.